السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له السماوات وما في الأرض وما بينهما له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.